السلام عليكم اخوات، اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم عندنا الاندوسوس دي دالجو في السامبول جو في اللوكان جو في الكلي وفي الكوبيس في كل بزاف الموبيلات فيها من موضع هذا. صلي ولا محمد صح صلى الله عليه وسلم. هذه فيها مشكل ما كان يعذر مولاها، فمشكل نورمال مقطع بومباو. خلينا نشوف البومباو اللي جابها هذيا باسكو يظهر لي مشكل تاع بومباو. قاعد يهودلو الماء جهة لاشين من هنا. بون جاب لا بومباو جا هذي خاطية تاعها نورمال خاطية تاعها هي تاعها تاعها شكي شاه تاع دون نورمالمون فيها مشكل تاع بومباو باسكو يسيح له الماء جهة جهة لاشين من هنا. جابها هاك راح نبداو فيها ان شاء الله وراح نكونتروليو. ماهوش هو المشكل، هو لا بومباو جابها على اساس باش ما يقعدش ريح جاي. هادي بات تنحى لا بومباو تاعها، لازم يتنحى الكومبريسور تاع الكليماتيزور ويتنحى الالترناتور ويتنحى السيبور اللي ورا الالترناتور باش توصل لا بومباو تاعها. خدمتها واعره وتتنحى لاشان والسيبور وكل شيء. فصلا رايحين نحلوها مع بعضنا ان شاء الله ونشوفوا لا بومبا تاعها وزيها اسكرشات اسكر كارت اسكر فويت منها ولا خاطئه. دوك نحلوها ونشوفوا ان شاء الله وش يكون. تعرفوها كيف تتحل، عندنا 5 ساز هذوما تاع السيبور، بعد ما نهزوا الموتور من تحت 4 ديس تاع كاش دوشان هذا تاع الحديد اللي يحكم فيه السيبور، هو حاكم ب4 ديس. وعندنا زوز ويت تاع كاش تاع بومباو وواحد ويت بركة تاع الكاش اللي من تحت هذاك وين لابولي دامبر تاعها. الكمبريسور تاع الكليماتيزر 3 تراز، تاع الالترناتير عندنا 2 ديس نورمالمون، ويبقى لنا السيبور اللي من اللور هذاك بالتراز كيف كيف، ولا بومبا هو بالويت يتنحاو التور تاعهم كاملين. دوك نحلو ونزيد نعتلكم باذن الله واش كاين كلش. اوكي نحيت اخوتي بومبا هو ما يراش ما والو، بدات ولا توضر من البريسيتو تاعها من لاكس تاعها. ها هي ما رشاتش ما تقعرتش. دوك نحيلها لابي تاعها ونركبو جديدة إن شاء الله، وجوانس بيب كيف كيف نبدلوه. جبتلها واحد نقنعتهولكم، هاو وين راه في راس تاعو 347/7. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت. سالينا الزيت هذا اللي مكمش الدنيا كامله على البركه. هاو كي نحيط لابولي هاو يبان الزيت كيما راه هاك مش بيان سبيتر على البركه ويجي هابط حتى لتحت. دوك نتوايو بلاصه الجماعه تاع لا بومباو بنركبو جديد دابا ان شاء الله. غسلت لا بومباو تاعها باه نشوفها واش الماركه، لقيتها في الكاتيجيم ولا فملاحه لا بومباو تاعهم، ما فهمتش هذيا وعلاه دات باسكو لا بومباو لهنا واش يجي فيها لهنا. عندنا الريشه هذه ومن بعد نلقاو جوانسبي ما يخليش الماء يخرج، ومن بعد نلقاو رول مو، ومن بعد باه تجي لابولي هذه اللي لبرا، وعلاه يديروا جوانسبي لهنايا باه ما يخليش الماء يخرج. يجي جوان سبيل هنايا ما يخليش الماء يخرج باسكو كون يخرج الماء
وكون يديروا جوانس بي بعد الرولمون رايح الرولمون تزيد من الماء دونك يعمل جوانس بي قبل الرولمون باه الماء ما يقيسش الرولمون دوني هذا درك راني بدلتها سي بون فضيت وخرجت الطوموبيل ولا باس وشنو كي خرجت حبيت نزيد نعمل الفيديو هذا بان نعطي لكم واش كاين في لابومبا اول داخل هنا كاين الريشه منها لا تيربين هذه وكاينه هذه لابولي اللي تدور مع لاشان وعندنا لهنا لداخل واش نلقاو واحد لاكس لاكس هذاك واش فيه جوانس بي من هنا ما يخليش يمنع الماء باه يقيس الرولمون ومن بعد نلقاو الرولمون ومن بعد نلقاو لابولي هذه للماء هذا هو على الدور ليبر هذه وساعات تولي ترحي الرولمون تاعها اللي تولي ترحي كوني ساعات دي فوا تولي ترحي قبل وقادرين نلقاو سي دوزيام جوان طوريك لهنا ولا حاجه باه ما يخليش الموم ليكستيريور يخش ولا لا بوسيير هكا وسي كل واحد كيف يخدمه هذا هو هيا فومبا اخرى هذه ما عندهاش يسر ملي ركبت كامل السوكل تاع صاير افيون ديوس اس في تشوفوا واحدة الرحالي فيها هاك تشوفوا واحدة الفريشة تاعها ما زنزرت ما دارت والو ما عندهاش ياسر واحد شهرين ولا شوف ملي ركبت شوفوا واحدة الرحالي هذا المشكل اللي هي خرجت الماء باسكو النهار الاول كان عندها يخص بولون ما نعرف درت عليها فيديو جديدة ويخصوا فيها زوز بولونات جات دوك نحاول نعمل لكم نحاول كاش ما تسمعوا الرحالة تاعها تريحي واحد الريحه كي دارت الطوموبيل انكرويابل هذا هما لي بومبو ما كنتش تحكموا عليهم هادي هاي تاعي بيز هادي عندها شي ياسر مني كانت راكبه خرج لاشان على لابولي دارت مشاكل كيف كيف هاي جديده حتى هي